السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا مدرب محمد المجتبى وسعيد جدا بأنه يتجدد اللقاء بيننا في فيسبوك لايف. خلال يومك، هل لما ينتهي اليوم بتشعر بشيء من الندم إنه اليوم انتهى من غير ما تعمل أو تنجز شيء جيد أو شيء إيجابي؟ هل بتشعر بأنك الوقت فات وإنت ضيعته في أمور فارغة؟ هل ربما لما اليوم ينتهي احيانا بتشعر انه في اشخاص معينين او في طريقه تعامل معينه مع الناس هي بتضيع لك زمنك او بتضيع لك يومك؟ يا جماعه، اليوم هو نموذج للحياه كلها، فاذا تمكنت من انك تدير يوم واحد فانت معناها حتتمكن من انك تدير الحياه كلها، لانه الانسان عمره بيتكون من ايام. فإذا الذهب يوم من أيامك فكأنه ذهب جزء من حياتك أو ذهب جزء منك. عشان كده توني روبينز بيقول It's not time management, it's life management. المسألة ما مسألة إدارة وقت، هي إدارة حياة. وأنا وإنتوا عارفين كويس إنه لا يوجد إنسان يستطيع أن يدير الوقت، الوقت أصلاً منظم. نحن في الواقع بندير أنفسنا خلال الوقت المتاح لنا، وعارفين كويس إنه في أشخاص عندهم نفس ال 24 ساعة ولكن بحقه إنجاز أكبر. وأكيد أنت في وقت من الأوقات قدرت تلتزم بوقتك، قدرت تدير وقتك بشكل جيد، فإذا الوقت ده أنت ممكن تطوع أعمالك اللي أنت بتمارسها خلال اليوم عشان تتمكن من أنك تدير وقتك. وده أقول بعبارة مختصرة، بعد نهاية اللايف ده خلينا نقول هتقدر تنجز أكتر في وقت أقل في حالة واحدة فقط، إذا قدرت تستغل وتستخدم النصائح اللي حقولها لك. وزي ما قلت لكم في اللايف الفات، عايز أذكرك إنه أي كلمة من الكلام اللي حقوله اليوم عايزك ما تصدقها أبدا، ما تقتنع بها أبدا، فقط أخضعها للتجربة، وبعد ما تخضعها للتجربة شاركني بالنتيجة اللي وصلت لها والفهم الجديد اللي وصلت له. 10 نصائح لإدارة الوقت. ولكن اتذكر كويس، إذا أنت عايز تنظم وقتك، إذا أنت عايز تنجز أعمال أكتر في وقت أقل، إذا أنت عايز ترتب أولوياتك بشكل كويس، إذا أنت عايز تقضي على التأجيل والتسويف، إذا أنت عايز تتحكم بدرجة أكبر في وقتك، أنصحك بأنك تكون موجود معنا خلال العشرين دقيقة الجاية. أول نصيحة في إدارة الوقت، أول نصيحة عشان تنظم يومك وبالتالي تنظم حياتك، لابد من وجود هدف واضح باستمرار. يا أخي أنت داير تنظم وقتك ليه؟ داير توفر الوقت عشان شنو؟ لازم يكون في شيء يخليك تنظم الوقت بتاعك. يا جماعة أنت هتقضي وقت هنا، وبالمناسبة اللايف قاعدتك الآن معاي في اللايف ممكن تكون absolute waste of time، مجرد مضيعة للوقت إذا ما عندك نتيجة في النهاية دار تصليها. عشان كده في التدريب بنبدأ أول حاجة بنقول لك الأهداف والأشياء اللي حنطلع بها بعد نهاية هذا اليوم. فأول نصيحة لابد تنتبه لها إنه لابد يكون عندك هدف واضح باستمرار ما بينتهي. وعشان يكون عندك هدف واضح ده اللي حيخليك يكون في وقت أو يخليك تبذل مجهود لأنك ترتب أولوياتك، توفر له الوقت. هتوفر الوقت عشان شنو؟ هتقلل من الأوقات اللي حقت الأمور الهامشية عشان شنو؟ فلا بد يكون في سبب يخليك تنظم الوقت. وما دارين نتكلم في موضوع ترتيب الأهداف والقصص دي لأنه تكلمنا عنها في اللايف الفات. ولكن في إشارة بسيطة عشان تساعدك أكثر في إنك تنظم الوقت بتاعك، إنه لما تركز مع الهدف بتاعك ركز مع النتيجة وليس مع العملية. عشان كده أي هدف بنحاول نصل له حتى لو هدف صغير أو هدف متوسط أو هدف بعيد المدى حيتطلب منك ألم قصير المدى. أي متعة بعيدة دار تصليها حتتطلب منك ألم قصير المدى، والألم القصير المدى ده الجميل فيه إنه مجرد ألم جسدي. المتعة البعيدة هي متعة شعورية إيجابية تستمر وتدوم. عشان كده بالمناسبة في الوقت ده اسمحوا لي أشارككم بحاجة كده دائما أنا بذكر بها نفسي. قالوا أي إنسان في الدنيا لابد يعاني من واحد من ألمين، يا إما يعاني من ألم الالتزام أو يعاني من ألم الندم. وإنت عندك حرية الاختيار إنك تختار، مع العلم إنه ألم الالتزام جسدي وألم الندم هو ألم نفسي، وإنت عندك الحرية إنك تختار. وأذكرك
انه الم الالتزام اكثر يعني قصير المدى وجسدي فقط، والم الندم الم نفسي وطويل المدى، وكلنا بنقدر نتحمل الالم الجسدي اكثر من الالم النفسي، صح ولا ما صح؟ طيب اذا لابد يكون في هدف تستمر فيه عشان يكون في سبب لانك تنظم وقتك. فاذا النقطه الثانيه والمهمه او النصيحه الثانيه، اسال نفسك السؤال ده الان، في ماذا يضيع الوقت بتاعك؟ وقتك بيضيع في شنو؟ اي واحد فينا حياته مختلفه، ظروفه مختلفه، اسرته، وضعه الاسري، وضعه الاجتماعي بشكل عام، ولكن لابد تسال نفسك شنو الاشياء اللي بتضيع وقتك وتنهيها الان. لابد يكون عندك سبب واضح ومقنع يخليك تقطع الشيء اللي انت بتعمل فيه الان. قد يكون مع بعض الناس واحد من لصوص الوقت بتاعينه قد يكون الفيسبوك، قد يكون واحد من لصوص الوقت الواتساب، قد يكون واحد من لصوص الوقت النوم مثلا. فاكثر حاجه بتضيع فيها وقتك هي شنو؟ ولا بد تنتهي منها الان وتحسمها الان. دي اهم نصيحه عشان تبدا تستثمر وقتك. النصيحه الثالثه والمهمه، اصرف وقت للحفاظ على الوقت. دي شنو ده؟ اصرف وقت للحفاظ على الوقت. احيانا بتكلم مع شخص بقول له يا اخي انت قبل ما تبدا اليوم لابد انك ترتب اولوياتك. بقول له يا اخي ما عندي زمن اكتب تو دو ليست، اعمل قائمه مهام. لابد ان تصرف جزء من وقتك لكي تنظم وترتب الوقت بشكل عام. اهم قاعده انك مفروض قبل ما تصحى ثاني يوم من بالليل تكون عارف شنو المهام اللي انت هتعملها بكره. قد تكون عارفها في ذهنك او قد تكون كاتبه. ملاحظه، وجدوا انه الناس اللي بيعملوا قائمه المهام من قبل يوم، الناس ديل لقوهم بيوفروا في الاسبوع 10 ساعات. لقوهم لما يرتبوا وينظموا قائمه مهام للمهام للاشياء اللي دايرين يعملوها في اليوم التالي، بعد اسبوع بيلقوا نفسهم وفروا 10 ساعات. 10 ساعات دي يا جماعه نص يوم. ما عارفين ال 10 ساعات دي ممكن يسوي فيها شنو. فاذا انت فعلا عايز توفر وقت زياده، ولو انت عايز تنجز اكثر، فلا بد قبل ما تنوم يكون عندك قائمه واضحه للمهام اللي انت عايز تصل لها. 4، النصيحه الرابعه، لا بد انك تولد عقليه التحدي. يعني شو تحدي؟ لما تكون المهمه مجرد مهمه عايز تنجزها ما بيحمسك لانك تنجزها. لابد تتحدى نفسك انه مهما كانت المهمه كبيره لابد انجز المهمه دي، لان انا قادر انجز المهمه دي، خصوصا اذا كانت المهمه كبيره وعظيمه. واي شيء خطر في بالك، ما هو ممكن لغيري ممكن لي، فاي شيء خطر في بالك انت ممكن تنجز. وانا هنا ما بتكلم عن المهام البسيطه، بتكلم عن المهام الكبيره اللي لو انجزتها حتصنع تحول في حياتك، حياتك الشخصية، حياتك المهنية، حياتك الذهنية، حياتك الاجتماعية، حياتك الروحانية. فلا بد تولد عقلية التحدي، وعشان عقلية التحدي تستيقظ عندك لا بد يكون أي مهمة عندها موعد بتاع انتهاء، اللي بيسموه deadline أو الوقت المفروض تنتهي فيه هذه المهمة. عقلية التحدي دي حتشتغل أكثر إذا اقتنعت بأنه أنا المسؤول من أني أنا حافظ على وقتي. لانه من السهل جدا في الوقت اللي احنا فيه الان في العالم، من السهل جدا انك تخترق الاعذار. والله يا اخي انت ما عارف ان احنا صايمين، يا اخي انت ما عارف انه والله يا اخي الاسره ناس كلها قاعدين يا اخي تحرجهم، يعني تقول لهم انا ماشي اشتغل ماشي انجز المهمه بتاعتي، يا اخي انت ما عارف الوضع اللي احنا فيه الان. داير اقول لك حاجه، المتفوقون لا يختلقون الاعذار، فقط يلتزمون بتحقيق النتائج. انت المسؤول، مسؤوليه تامه من انك تنظم وترتب الوقت بتاعك. طيب واحد يقول لي والله يا محمد المكتبة احيانا بتحصل لنا حاجات فوق ارادتنا بتاخرنا. هنا داير اقول لك في النقطه دي بالذات لابد تشغل الخاصيه بتاعت استغلال الاوقات الميته، اللي هي اوقات الانتظار، هي الاوقات التي لابد ان تقضيها، انتظار في المواصلات، ممكن اوقات الانتظار انت سايق عربيه وماشي مكان العمل بتاعك او راكب المواصلات او في العياده او في اي حته، دي اسمها الاوقات الميته اللي هي كده هي ماشيه. واحيانا اوقات الميته دي بتصل في السنه 200 ساعه. عشان كده اتذكر دكتور صبري ابو قرون
قبل كده شاركنا بقصة انه هو حضر كورس الزمالة الامريكية كلها في العربية، ساعة ماشي وساعة جاي، ساعة ماشي وساعة جاي، حضر الكورس بتاع الزمالة الامريكية. ومع العلم انه هو من الناس الاوائل اللي بيدرسوا كورس الزمالة الامريكية في السودان. وتذكر انك تركز على دائرة التأثير، اي الاشياء التي تستطيع السيطرة عليها، لانك انت يا محمد المكتب قلت لنا انا المسؤول عن السيطرة على وقتي. انا مؤمن تماما انه احيانا ممكن تحصل لنا حاجات فوق ارادتنا ما بنقدر نتحكم فيها، ولكن ركز على ما يمكنك فعله. اذا التزمت بعقلية التحدي ده حيزيد من انجازك، حيزيد من تقديرك لذاتك، وده حيزيد ايضا من استمتاعك بانهاء المهام. لانه يا جماعه حقيقه اني ابدا مهمه ممكن يكون متعب، ولكن لما نكون شايف النهايه زي ما بيقول ستيفن كوفي begin with the end in mind، اللي هي ابدا والنهايه في ذهنك، ده هيخليك تستمتع بانهاء المهام اكثر. معظم الناس يا جماعه في الكره الارضيه ما في السودان بيستمتعوا ببدء المهام. ابدا حميه غذائيه، ابدا رياضه، ابدا مشروع، ابدا خطوبه، ابدا. ولكن إذا عايز تستمتع بالنهاية لابد يكون عندك عقلية التحدي، دي هتخليك تستمتع أكثر، تكون عايز تنجز أسرع، وهتزيد من تقديرك لذاتك. النصيحة رقم خمسة هي ترتيب الأولويات. في عالم معروف اسمه مارك توين. مارك توين ده عنده مقولة كده يعني غريبة شوية، لكن اسمعها. قال إذا كانت مهمتك في يوم أن تلتهم ضفدع فلتلتهمه أولا، أما إذا كان مهمتك في اليوم أن تلتهم ضفدعين فالتهم الضفدع الأكبر أولا. شفت أوريك الله المثال ده؟ عشان ليه قال الضفدع؟ قال ضفدع من القباحة بتاعته، من إنه ممكن يكون مقرف لبعض الناس. فحتى لو كانت مهمتك هي أن تلتهم ضفدع، فأبدأ بالمهام الكبيرة أول حاجة، المهام الممكن تخوفك، المهام الممكن تأجلها. وبمناسبة الضفدع ده، براين تريسي عنده كتاب اسمه Eat the Frog، اللي هي التهم الضفدع. بيقول شنو نظرية أو مفهوم الكتاب بشكل عام. بيقول إنه أي مهمة تؤجلها بتتحول immediately، بتتحول مباشرة لضفدع. أي مهمة بمجرد ما تأجلتها بيتحول لضفدع. ولكن مثل الضفدع أول ما تأجل هو ضفدع صغير. هذا الضفدع الصغير إذا ما أكلته أو ما التهمته بسرعة يتغذى على الوقت، فبكرة الضفدع بيكون أكبر، وبعد شهر الضفدع بيكون أكبر. ومع الأسف لابد في النهاية تلتهم الضفدع. فبما إنك كده كده أنت مفروض تلتهم الضفدع، فأحسن تلتهمه صغير يعني. أي والله يا أخي موضوع التهم الضفدع ده ما جميل، ولكن لابد تفهمها كده، انه زي ما بيقولوا اهلنا سيك سيك معلق فيك. فالمهام دي يا جماعه منو قال انه لما انا اجل مهمه تلقى عن عاتقي؟ اذا تعالوا كلنا ناجل، اذا بتقدر مهمه معينه لما تاجلها بتلقى عن عاتقك اجل، ولكن التهم الضفدع. وده وقت مناسب وفرصه مناسبه انك تقعد تعاين في وقتك اللي انت موجود فيه الان، وتقيم حياتك وتشوف الضفادع عندك، وتبدا الضفادع المج الكبيرة ديك. لابد انك تلتهم الضفدع. حل التسويف شيئين، لابد يكون عندي هدف، فالشي اللي بسويفه ده اذا عنده علاقة بالهدف الدار اصليه لازم ابدأ فيه الان، لازم يكون فيه مبرر لأي شيء بعمله. انا والله عندي مهمة مسويفة، يمكن انت مهمة المهمة المسويفة دي هي شيء ما مهم، فمباشرة اسلط على الضوء على الشيء اللي بتأجله ده، هل يخدم هدفك؟ يا جماعة يعني the key element، الموضوع النقطة العنصر المفتاحي في الموضوع انه يكون عندك هدف. فهل الشيء المؤجل ده عنده علاقة بهدفي؟ اي عنده علاقة بهدفي، ببدأه مباشرة. ببدأه عن طريق شنو؟ لا تنتظر ان تبدأ، ابدأ. ما تنتظر انه الظروف تكون مناسبة، ابدأ بالموجود، زي ما بيقولوا هنا جدع عن الشيطان. لا تنتظر ان تبدأ، ابدأ. وعندما تبدأ الرحلة يظهر لك الطريق، ده كلام جلال الدين الرومي. فده أهم حل التأجيل والتسويف. وتذكر موضوع التهم الضفدع، لأنه كل ما تكبر هتضطر إنك في النهاية تلتهم هذا الضفدع. النقطة الأخيرة في موضوع التأجيل والتسويف،
اربط الهدف او المهمه اللي انت داير تاجلها بالمتعه، لانه لو انا رابط المهمه التي اؤجلها بالالم عشان اتجنب الالم ده هقوم اجلها، عشان اتجنب الالم هقوم اؤجل هذه المهمه. ولكن اذا ركزت مع المتعه في النهايه هحصل عليها لما انجز المهمه دي، اعرف كيف المتعه دي. اسال نفسك ما هي الحاله التي ساكون عليها وهذه المهمه تم انجازها تماما، ما هو المشاعر الايجابيه اللي حكون فيها وهذه المهمه تم انجازها تماما. ولو استمرت في تاجيل المهمه دي، شنو الثمن اللي حادفعه نتيجه لتاجيل ده؟ شنو الثمن المادي؟ شنو الثمن العاطفي؟ شنو الثمن بتاع انخفاض تقديري لذاتي؟ شنو الثمن الروحاني اللي حادفعه لاني كنت باجل في المهمه دي؟ ستيفن كوفي في كتابه بتاع الاهم اولا وكتابه بتاع اداره الاولويات وكتابه بتاع العدد السبع الناس الاكثر فعاليه، عنده مصفوفه اسمها مصفوفه الاولويات. قال في اربع انواع من المهام، ولكن هنا حاتكلم عن ثلاثه انواع من المهام. النوع الاول من المهام هي اشياء مهمه وعاجله، اي لا بد اعملها الان لانها مهمه جدا، واذا ما عملتها يترتب عليها تاثير سلبي في حياتي. والنوع الثاني من المهام هي اشياء مهمه ولكن ليست عاجله، ممكن اعملها بكره، ممكن اعملها بعد بكره، ممكن اعملها بعدين، لكن هي اشياء مهمه جدا. قام قال النوع الثالث من المهام هي أشياء بنتخدع بها لأنها عاجلة ولكنها غير مهمة، زي إني قفلت الفيسبوك قبل شوية وتاني راجع دار أفتحه، يعني في الساعتين العالم ما حيكون يتغير شيء عشان تمشي تفتح تاني الفيسبوك. أكون معكم صريح، أنا بفتح الفيسبوك ربع ساعة فقط في اليوم، العالم ما حيكون يتغير شديد خلال 24 ساعة الفاتت. افتكر انه الربع ساعة دي هي كافية جدا لاني اشوف ممكن يكون في شنو شخص رسل لي يرد لي وهكذا. فاذا يا جماعة في اشياء مهمة وعاجلة دي تبدأ بيها مباشرة، في اشياء مهمة وغير عاجلة دي بنتعامل معها في اوقات الراحة. اشياء مهمة وغير عاجلة زي شنو؟ زي قراءة كتاب، زي حضور دورة تدريبية حتى لو اونلاين، زي اني اثقف نفسي، زي اني مثلا اخطط ليومي، زي اني انا اخطط للمستقبل، زي اني انا امشي اراجع الكتب اللي قريتها قبل كده، زي اني مثلا اقرا الدورات، زي اني اقعد اتخيل ابدع وهكذا. دي بيسموها اشياء مهمه ولكن غير عاجله، اي اذا اجلتها تاجيل هذا لن يؤثر سلبا على حياتي، ولكن اذا عملتها الان حتطور حياتي بشكل كبير. اذا يا جماعه اتذكر كويس انك ترتب الاولويات، لانه انا بما انه قلت لي والله يا اخي انه اصحى واكتب المهام بتاعتك من الليله السابقه ويكون عندك تو دو ليست او قائمه مهام، دي حاجه كويسه، ولكن تبدا بهذه مهمه عشان ما ينتهي اليوم وتكون انت فرحان ومبسوط، ليه عملت حاجات كثيره، وتجي نهايه اليوم تجي تلقى الحاجات اللي عملتها هي فقط الاشياء الصغيره، وتتفاجئ كده انه والله انا ما عملت حاجه وعملت الحاجات الصغيره، وهي شيء خادع انك بتخدعك بانك انجزتها. ولكن لما تعمل الاشياء الكبيره هناك we can feel with victorious، تشعر بالانتصار. رقم 6، احظر نفسك او اعزل نفسك. يعني شنو اعزل نفسك؟ قال لما انت تلتهم الضفدع، شفتوا قصة الضفدع دي مهمة، لما تجي تلتهم الضفدع احظر نفسك او اعزل نفسك. انت قاعد بتقرا في كتاب مهم، بتصلح في مهمة مؤجلة، موبايلك بيقعد جنبك بيسوي في شنو؟ نفترض المهمة دي بتاخد معك ساعتين، ليه الموبايل جنبك؟ ليه قاعد جنب الناس وانت بتنجز في المهمة دي؟ اهم شيء انك لما تجي تاكل الضفدع او تنجز المهام المؤجلة اعزل نفسك تماما، اعزل نفسك من الناس، اعزل نفسك من التلفزيون، اعزل نفسك من موبايلك، اعزل نفسك لغاية ما تنتهي تماما من التهام هذا الضفدع. النصيحة السابعة، ولد عقلية التركيز. احيانا بدافع اني داير انجز اكثر في زمن اقل فاقوم بشتغل مهمتين في وقت واحد، والله سبحانه وتعالى قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فوكس از باور، مفروض تركز على انجاز مهمه واحده فقط. اذا ركزت على انجاز مهمه واحده فقط، اول شيء ده حيخلي عندك اتقان اكثر، ده حيزيد من سرعه الانجاز، والإتقان وسرعة الإنجاز الاثنين بيولدوا عندنا زيادة تقدير، أي يزيد عندنا the self esteem أو تقدير الذات. كيف؟ هل حصل قبل كده صلحت ملاية، صلحت باب، صلحت لمبة، صلحت مروحة،
وانجزت او كويت هدومك باتقان وشعرت بشعور ايجابي كده يا جماعه، هل تعلمون ان الله سبحانه وتعالى فطرنا على الاتقان؟ الاتقان بيزيد تقديرنا لذاتنا، لما ننجز شيء بيزيد تقديرنا لذاتنا. هل قبل كده كملت كتاب وشعرت بالانجاز؟ هل قبل كده حضرت دوره تدريبيه وشعرت بالانجاز؟ والانجاز ده بيخليك تشعر بتقديرك لذاتك زاد. فاذا لابد تمتلك عقليه التركيز، ما تشتت نفسك في اكثر من مهمه، ركز على انجاز مهمه واحده فقط، والمكافاه انك حيكون عندك اتقان اكثر، حيكون عندك تركيز اكثر، وحيزيد من تقديرك لذاتك. النصيحه رقم 8 بتقول حدد وقت محدد لكل مهمه، ما تخليها مفتوحه. مع العلم لما تحدد وقت محدد لكل مهمه لابد يكون في مرونه في الزمن. يعني نفترض عندك مهمه وقررت من بالليل انه بكره المهمه دي حانجزها من الساعه 10 للساعه 11، المهمه اللي بعديها ما تقول من 11 ل 12، لا فض ساعه، قول المهمه اللي بعديها دي من 10 ل 11، اللي بعديها من 12 ل 1، في ساعه في النص. الساعه دي وقت للراحه، لانك يا جماعه ما رجل آلي، الانسان بفطرته ملول. أدي نفسك وخليك صادق مع نفسك وصريح مع نفسك، أي ممكن تضغط على نفسك، ولكن قليل دائم خير من كثير منقطع. وما يشكل حياتنا ليس ما نفعله بين الفينة والأخرى، ما يشكل حياتنا ما نفعله بصفة مستمرة. ما تحدث نفسك بإنجاز المهمة إلا بعد ما تنجزها، ما تقول خلاص المبدي متموم. لا ما تقول أنا ساي، ما في حاجة اسمها المبدي متموم، ممكن تبدأ وما تتم ليوم القيامة. ما تحدد نفسك بانه خلاص انا ما بديت كتاب ده، خلاص معتبره دان ديل، الموضوع ده والله يا اخي انتهى. طيب لما لقيت عندي وقت للراحه كبيره اسوي فيه شنو؟ ترجع جبال للمهام الجبال سميناها اشياء مهمه وغير عاجله. ريح نفسك بانك تنجز قرايه كتاب، تروع عن نفسك بانك تطور ادائك في مهمه معينه، تراجع لك دورة تدريبية، تدخل اليوتيوب تطور نفسك، ما تمشي تقتل، ما يعني واحد ما يمشي يقتل وقته هناك. الفلسفة بتاعت موضوع إدارة الوقت بشكل عام بتركز على نقطتين. النقطة الأولى إنه أي شيء في الحياة لابد يا إما بتعمله لأنه عنده علاقة بالهدف بتاعك الدار تصليه، أو بتعمله لأنه بشكل أو بآخر يخدم الهدف اللي أنت عايز تصليه. سيدنا لقمان لابنه قال له واقصد في مشيك، لابد يكون في قصد واضح من اي عمل انت بتعمله. فخلينا نقول اذا بتقرا في كتاب مفروض بشكل عام بتخدم له هدف، اذا بتتعلم في لغه، اذا بتتعلم في رياضه معينه، اذا بتحاول انك تطور نفسك في جانب من الجوانب، مفروض يا عنده علاقه بالهدف يا يهدف او يخدم الهدف بشكل اساسي. النصيحه التاسعه learn how to say no، تعلم قول لا. قول اتعلم تقول لا، ما تسمح للآخرين يضيعوا وقتك، إلا الآخرين دي إذا حد مديهم وقت إنه ده الوقت بتاع الأولاد مثلا، ده الوقت بتاع الزوجة، ده الوقت بتاع الأسرة. إذا خدت لهم وقت ممتاز جدا، ده الوقت اللي برد فيه على الرسائل، ده الوقت اللي بجاوب فيه على أسئلة الناس الواتساب، ده الوقت كذا، فخدت له وقت، ولكن لا تسمح لشخص يضيع وقتك. قالوا جماعة ابن المبارك أحد الصالحين معروف ابن المبارك، فكان يمشي في المدينة اللي هو كان موجود فيها، وقاموا الرجال في المنطقة سألوا له يا ابن المبارك لما لا تجلس معنا، ليه ما تقعد معنا؟ إذا أوقفتم الشمس أجلس معكم، أنا ما عندي زمن، إذا بتقدر توقفوا لي الشمس دي أنا بقدر أقعد معكم. تعلم قول لا وقولها بزوق، يعني مش لا ما قصدنا كده. مثلا واحد قال لك يا اخي، مثلا نفترض انه ما في حظر وما في كده، واحد قال لك يا اخي رايح شو نتلاقى يوم الخميس، انت الخميس عندك شغل، قول الله والله كان نفسي رايح يوم الخميس، ما في يوم ثاني، او قول الله يا اخي رايح شنو في يوم الجمعه مثلا، خدت له يوم، ما في مشكله اذا دار تروح عن نفسك، ما في مشكله اذا دار ترفه عن نفسك، ويكون عندك وقت للترفيه والتسليه، ولكن برضه يكون وقت محدد ومعروف عشان برضه ما يكون مفتوح. النصيحه العاشره والاخيره، 10 علم نفسك وطور نفسك. انا بالنسبه لي انجاز المهام هو اوتبوت، صح ولا ما صح؟ قول صح ولا ما صح؟ لما انجز مهمه هو اوتبوت، واي اوتبوت محتاج انبوت،
فلما اقرا كتير، لما اتعلم كتير، حتى لو ما بالقرايه طور نفسك وعلم نفسك باستمرار عشان تقدر تنجز اي مهمه بشكل افضل. فلا بد يكون في انبوت عشان يكون في بروسيس كويس، عشان بعد ذاك يكون في اوتبوت بشكل جيد، عشان تنجز المهام اسرع، عشان تنجز بمهاره اكثر، عشان تستمتع وانت بتنجز في المهام دي، لابد تطور نفسك وتعلم نفسك بشكل مستمر. وهذه 10 كامله انت قادر تستخدمها، انت قادر تطور بها ادائك في اداره الوقت وفي تنظيم الوقت، وانت ايضا قادر تعلمها وتشاركها مع الناس. حقيقه شيء ثمين انك تشاركني بوقتك، يعني انت قاعد في بيتكم في امان الله، فالان انت اللي فتحت الموبايل بيدك وانت اللي اخترت انك تكون معنا في اللايف ده. ففعلا انا من اعماقي ممتن جدا للحظات الثمينه شاركتني بها دي. وقتنا امانه وحي وقت من الاوقات، وتشعر بالفخر الشديد انك استثمرت وقتك واستخدمته فيما يخدمك وفيما يخدم الاخرين. وشاكر وممتن لحسن المتابعه والانصات، وعلى ثقة ويقين اني حلتقي بكم جددا في اللايف الجاي، او وجها لوجه في ورشة، في دورة، في محاضرة. السلام عليكم.